هنعملوا سلطه مع بعض النهارده، سلطه الكرنب الاحمر بالجرجير. حلو قوي، ولادنا مش بيحبوا الجرجير، بيحبوا سلطه الكرنب الابيض اللي هي سلطه الكرسلو اللي بتتعمل بالزبادي او بالمايونيز. انا جبت كرنب احمر النهارده ابن عمه، ومعانا جرجير ومعانا شويه شبت عشان مشاكل القولون مع الكرنب واللي بيعاني من القولون، ومعانا بصل ومعانا جزر مبشور ومعانا زيت زيتون وعصير ليمون. تعالوا شوفوا نعمل السلطه اللطيفه دي ازاي بطريقه صحيه. حلو الكلام. اول حاجه هعلمك ازاي تقطعي كرنبايه تعملها سلطه. انا عارف انك انت اشطر مني في تقطيع الكرنب محشي، بنتعلمنا منك انت، انما تقطعي كرنب سلطه ممكن تعوري ايدك وغصب عنك. حلو الكلام. الكرنبايه قطعناها اربع ارباع، مش عارف ليه مشاهد ما قطعها اربع مع ان انا كنت عايزها سليمه بس زي بعضه. قطعناها اربع ارباع، هنشيل الراس بتاعتها دي كده اهي. حلو. دي اول حاجه. دي مش عايزها. راس الكرنبايه دي كان زمان امي رحمه الله عليها تقشرها وتاكلها لي، كانت بتحبني زياده شويه. تشيل لي راس الخاصيه تقشرها لي، راس الكرنبايه تقشرها لي، فاكرين الكلام والزمن الجميل ده؟ الزمن. يا زمن. حلو الكلام؟ هو ده. ماشي يا عم حافظ. هناخد الراس بتاعت الكرنب دي نخليها على جنب. هنقطع الكرنب مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. زي ما هي كده. شفتي؟ البعض بيعمل ايه؟ بياخد الكرنب ده يضربه في الكبه. طب ما هو لما يضرب في الكبه يا ست الكل هنا هيعمل سوائل، هيفرز سوائل، انا عايز السوائل بتاعته. شفتي؟ السكينه ماشيه في الكرنبايه زي السكينه في الحلاوه. يمكن في الحلاوه بتقف شويه. شفت الكرنبايه؟ اخوتها كده سقطها هنا كده اهي. الله الله. دايما بنلاقي في المطاعم الكبيره في البرزنتيشن والشكل يعني والطبق يستخدموا الكرنب الاحمر. انا مش بحب الجو ده. الكرنب الاحمر ده ينفع نعمله يا شيف مع الفرايد رايز؟ ينفع. ينفع نعمله في الاطباق الصيني، الاكل الصيني؟ ينفع. ينفع ناكله مستوي؟ ينفع. اتعمل سلطه مستويه لطيفه زي الكرنب العادي. بس ما يتعملش محشي، بريء من ان هو يتعمل محشي. هو ملك السلطات وملك البرزنتيشن، الشكل والديكور يعني. تستخدميه ازاي؟ وليكن عايزه تتخلصي بتجيبي ميه دافيه شويه. لو انت عايزه تاخدي الورق الكرنب ده تستخدميه يعني ميه دافيه، بتحطي ورقه الربع الكرنبايه ده في قلب الميه بيطلع معاكي كده ايه، شرايح شرايح. بتفصل من بعض يعني بالشكل ده كده. استخدميها بقى في حاجات كتيره. شفتي بالراحه خلاص كده، او تحطها في ميه عاديه تطلع لك معاك. وطبعا عشان تاخدي شكلها الحلو بتحطها في ميه مثلجه. دايما الاولاد الصينيين بتوع البرزنتيشن اللي بيشتغلوا في المطاعم العبقريين يعني، بصراحه انا بحترمهم، لهم طبعا بصمتهم في المطبخ وفي البرزنتيشن وفي الشكل. دايما يقطع الجزر، يقطع الخضار، يقطع الخيار، يقطع البتنجان ويحتفظ بيه في ماء مثلج، وتحط في التلاجة في ماء مثلج تلاقيه خد شكل تاني خالص. الحاجات الصغيرة دي بتلاتة تعريفة بس تفرق معاك في المطبخ. حلو الكلام. انا خدتهم زي ما هما كده برضو ونقطعها زي ما هما كده. السلطة دي جميلة على فكرة، ولازم يتقطع رفيع جدا، لان الكرنب ده لو متقطعش رفيع مش هتعرفي تاكليه، هيعور سنانك. نعم يا غالي. حاضر. بيقول لي السفليه. شفت لما يكون المخرج صاحي ومعايا ومتابع برضه بيركز ايه اللي في الفرن. نبص عليه مع بعض، ايه رايك؟ شفت الكرنب ده هرم اهو. كفايه دول، كفايه دول. هنجي مع بعض دلوقتي. عندنا جرجير، خلي دول على جنب نستخدمهم في يوم تاني. ده جرجير هنقطعه كده. شلت العروق بتاعته واخده بالسكينه برضو كده. اوعي في حياتك يا امي يا اختي يا خالتي يا ست الكل يا ملكه المطبخ يا ملكه البيت يا وزيره الاقتصاد في البيت تغسلي خضار بعد التقطيع. ازعل منك. بعد متابعه السنين دي كلها واقول الخضار ما يتغسلش بعد التقطيع، دي مشكله. ليه يا عم الشيف؟ ما ينفعش الجرجير بعد ما اقطعه كده
احط عليه ميه ولا اغسله؟ هفقد 50% و80% من قيمته الغذائيه خالص. اه شفت الجرجير ينزل على الكرنب. الله اكبر، ايه الحلاوه دي؟ ايه السلطه دي يا عم الشيف؟ حطها في التلاجة بقى مع زيت زيتون وعصرة ليمون كده، من وقت للتاني بألف هنا وشفا. اه حلو الكلام. معانا جزر. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه والله انا بص انا مش هقلبها، انا هخليها زي ما هي كده بشكلها الحلو برضو، واحط عليها الايه؟ الصلصه بتاعتها، تبقى لطيفه وجميله. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. نشيل كل حاجه دي من هنا. يعني هو المفروض الواحد يقلبها كلها مع بعضيها، بس انا عايز الشكل الجمالي الحلو ده مخرجنا بيتغزل فيها. ثلاث طبقات كرنب، جرجير، جزر. جزر فيه سكريات بيغطي على الحموضه بتاعه الجرجير، لان الجرجير فيه شويه بيبقى حامض شويه او بيبقى سبايسي شويه يعني بالمعنى. والكرنب برضو فيه طعم السكريات الاحمر بالذات. حلو الكلام. هنجيب بوله صغيره كده ونعمل الصلصه الحلوه مع بعض، او الدرسنج بتاعنا مع بعض ازاي. اهو شوف هعمله ازاي. شبت، ثوم، عصير ليمون، زيت زيتون، قليل من الملح والكمون. قليل من الملح والكمون ليه؟ كمون علشان مشاكل الكرنب، اختياري، ما عندناش مشكله مع الكلون، ما تحطيش كمون عشان ما تقوليش الشيب بيفتي. حلو. اه ده اختياري. اول حاجه زيت الزيتون، وزيت الزيتون هنا بشويه كثافه مفيش مشكله، مش هيخوف. اه حلو الكلام. عندي بصلايه اختياري، والله انا مش عايز بصل بصراحه، ما تبقاش كلها فيها ريحتها بصل يعني. شويه شبت حلوين، شويه كمون حلوين، عصره ليمون حلوه، فص ثوم لطيف ني، ونقلبهم مع بعض مع شويه الملح الحلوين بتوعنا. برضو البصل اختياري، اذا انت حابه بصل، لو في بصل اخضر تبقى احسن مني. اه يعني لو حطيت بصل اخضر تبقى لطيفه السلطه دي على فكره. آه. ونقلب كل ده مع بعضه. دي الصلصه الفرنسيه مع اضافه الشبت. ممكن تحط مستردة، بس المستردة مش مرغوب فيها مع الكرنب. اهو لو مش عايزاها صحيه بقى وبتعملها عادي، حط معلقتين مايونيز. اه خلي بالك، لو مش عايزاها صحيه وبتعملها عادي خالص، حط ايه؟ معلقتين مايونيز، ده اختياري. واحنا مع بعض واحده واحده هنحط الصلصه دي قبل التقديم مباشره. وجوزك بيركن العربيه تحت البيت وطالع بالسلامه وجاب السلامه، تبداي تعملي ايه؟ تتبلي السلطه، لان الخضروات الورقيه بالذات يا عم الشيف معانا مشكله معاها. ايه هي؟ اول ما بتشم الخل وزيت الزيتون والليمون بتدبل. اه ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اه ومش هقلبها برضه، هتن عند كلامي، خليها كده بشكلها الحلو. كل واحد يغرف، عايز شويه جزر هيخش على الجزر، عايز كرنب زياده هياخد كرنب زياده، هياخد جرجير هياخد جرجير زياده. هي جت لوحدها حسب النيات. حلو. مطبخنا النهارده على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، بيتابعنا العالم كله بتفاصيلنا بحلاوتنا بخفه دمنا بالبساطه والسهوله بتاعتنا للمطبخ بتاعنا. بنخش المطبخ نفتح التلاجه اللي موجود فيها، بنعمله بافكار طهويه بسيطه وسهله. فكر طهوي بيكلف حاجات كتيره قوي، بيكلف الخبره. عملنا طاجن الفراخ بالشوفان صحي، عملنا بطاطس سوفليه بفكر علمي فرنساوي ولكن بخفه دم مصريه، عملنا سلطه بصراحه انا هتصور معاها سيلفي. رؤيه فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.